الآن الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 25 أمشير، الكنيسة بتحتفل بشهداء كتير قوي، استشهاد القديس أرخبس وفيليمون وأبيفية، ودول من تلاميذ بولس الرسول، واستشهاد القديس قونة برومية ومينا بأبرس، لكن بتحتفل كمان بنياحة القديس أبيفانيوس، أو اللفظ الدارج فيه عندنا في الصعيد أبو فانا، اللي هو له دير مشهور ناحية ملاوي. القديس أبو فانيوس أو أبو فانا كان أيام الإمبراطور سودوسيوس الكبير، وهو أصلا اتولد من عائلة مسيحية، قدر إنه هو يعيش مع ربنا في مرحلة تكوينه ومرحلة شخصيته، أصبحت شخصيته فيها روحانية من هو طفل، وبعد كده بقى شاب صغير، وبعد كده حب ربنا قوي، وكان بيقدم للفقراء كتير من عمله، وفي النهاية قال لعيلته أنه عايز يروح يترهبن. اختار في البرية كهف كده في الصحراء، وراح قعد لوحده خالص، درب نفسه على النسك والحياة الروحية، وكان بيشتغل شغل إيده، وكان يصرف على فقراء موجودين في قرية من القرى من شغل إيده. لكن من ضمن الحاجات اللي كان هو مهتم بيها قوي واللي حبها جدا واللي علمها لأولاده، الصلاة الدايمة. الصلاة الدايمة دي قضية مهمة في حياة الآباء، هنشوف كمان شوية. لكن هو كان الصلاة مع الصوم مع المطنيات عملت ملامح حياته الروحية، حتى إنهم يقولوا إن هو كان بيعمل 300 ميطانية في اليوم الصبح و300 بالليل. ميطانية دي كلمة يوناني معناها الكلمة المباشرة توبة، لكن هي تجديد ذهن. ميتانيا معناها إن الإنسان بيحني راسه للأرض وبيقدم كيانه كله أمام الله، كأنه بيقول له ذهني راسي بقدمه قدامك عشان تجدد ذهني. فده معنى التوبة. التوبة معناها زي ما قال بولس الرسول تجديد الذهن، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. علشان كده ما هياش حركة ميكانيكية زي ما قال ربنا في أشعياء 58 يحني كالأسله رأسه، يعني زي البوصة كده، لكنه كان يقدم حياته كلها في مطانية، 300 مطانية الصبح 300 مطانية بالليل، مع صلوات دايمة مع أصوام. يقولوا حتى إني جسده بقى نحيف جدا ولزق جلده في عظمه، حتى بقى زي الخشبة المحروقة. تقول لي إيه ده كله؟ ده شيء صعب. أقول لكم لكنه محبة، كلما كان يقدم في اليوم حياته ربنا كان بيبقى فرحان، يعني مش تغصب بقى على مستوى انه متضايق ولا جسده بيألمه فيقول اهي عيشة وخلاص، لا، كان بيقدم ذبيحة حب يومي. قعد كده ولحد اما تنيح. هو اتنبأ بوفاة الإمبراطور ثودوسيوس الكبير، واتنبأ كمان إن بعد منه المملكة والإمبراطورية هتتفك وهتضعف، وده حصل فعلا. من ضمن الحاجات القوية بتاعته إن صلاته قد كده كانت مقبولة، لأنها كانت صلاة حب وصلاة عشرة مع ربنا. يقول إن مرة من المرات كان الحد معاه ابنه، راجل معاه ابنه، كان رايح عشان ياخد بركته في الطريق، وهو في السكة الولد اتشاقى وقع من فوق الجبل مات، من فوق صخرة مات. الأب نزل شال ابنه وراح للقديس أبي فانيوس، راح حطه على باب القلاية وما قالوش إن الولد ميت، خبط عليه وقال له يا أبي إحنا كنا جايين ناخد بركتك، اطلع بارك الولد، الولد ميت. فطلع القديس أبي فانيوس وراح رشم الصليب وصلى وقال الولد قوم ارجع لأبوك. قام الولد من الأموات وأبوه أخده في حضنه، وعرف قد كده صلاة القديس ده قوية. اتنيح سنة 395، وهو عرف وقت نياحته وجمع أولاده حواليه
وقال لهم ان هو هيتنيح وقدم لهم النصايح الختامية. بعد كده اتبنى المكان ده له دير اسمه دير القديس أبو فانا أو الدير القديس أبي فانيوس، وبيسمى كمان دير الصليب لأن الدير ده كان فيه كنيسة كبيرة، الكنيسة دي كل الزخارف بتاعتها من جوه الصليب، فاللي كانوا بيخشوا الكنيسة سموه دير الصليب علشان الزخارف اللي في الكنيسة دي. قبل دخول عرب مصر الدير ده كان فيه 1000 راهب. بعد ما حصل كده الدير ده بقى فيه 2 رهبان بس، وحصل اعتداء على الدير أكتر من مرة. قداسة البابا شنو ده ربنا يديله الصحة عمر الدير ده ورشم رهبان كرسهم سنة 2003، وللأسف سنة 2008 حصل اعتداء على الدير دوة، واللي منكم متابع ان ده الدير اللي دخلوا عليه وحاولوا يهدوا ألالي وأخذوا رهبان وعذبوهم، لكن ربنا قد يسمح بألم ولكنه لا يسلمنا إلى الموت، في النهاية بيقدم لنا معونة. قديس أبو فانيوس بقى علمنا الصلاة الدايمة، والصلاة الدايمة دي كانت العمود الأساسي في بنى رهبان البرية. يقال إن أنبا أنطونيوس الكبير هو اللي علم ولاده اللي ما كانوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا الصلاة الدايمة، ونتيجة الاستمتاع بيها أصبحت من أعماق البرية اللي هي صلاة يسوع: يا رب يسوع المسيح، يا ابن الله ارحمني أنا خاطي. والأباء يقولوا إن في الصلاة دي فيها عناصر كل الصلاة المستجابة: يا رب يسوع المسيح، الاسم المحبوب المملوء مجدا المملوء قوة نناديه، زي كده لما حد يكون بيحب حد يستمتع بأنه حتى يقول اسمه، اسم المسيح لوحده قوة الشياطين تهرب منه، ويا رب يسوع المسيح، يا ابن الله إعلان الإيمان بلاهوت المسيح، ارحمني أنا الخاطي إعلان توبة. فيقولوا لما تتقال مع مطانيات ولما تتقال بقوة صلاة الشيطان يهرب منها. الصلاة دي أنبا أنطونيوس علمها لولاده عشان يصلوها دايما، لكن أصبحت منتشرة باسم صلاة يسوع أو أحيانا يسموها الصلاة السهمية. القديس ماري إسحاق يقول كده لربنا في صلاته: ليتني أبلغ يا مخلصي لذلك العبور العجيب الذي به تهجر النفس العالم المرئي وتخرج إلى أفكار الحياة الجديدة، ليتني أدخل إلى عالم الروح وإدراك الحياة الروحية. إزاي يحصل ده؟ بالجهاد في الصلاة، إنك تكون مرفوع دايماً لربنا. بس مرفوع إزاي بقى؟ مرفوع إزاي؟ لابد إنك تكون عايز تكون كده، عايز تكون في هذا العالم الجديد. يقول الأباء عن أنبا أرسانيوس، يقول أنه كان يتحدى الزمن بالصلاة، كان يتحدى الزمن بالصلاة. إحنا مولودين في الأرض زمنيين، إزاي نوصل لإحنا نكون غير زمنيين؟ وإزاي نوصل إحنا نكون فوق الزمن بالصلاة؟ تقولي ليه؟ أقولك أصل الصلاة هي الدخول في شركة الحياة الروحية، يعني الدخول في الأمور السماوية. حينما أتكلم معه أقول له: يا أبي الذي في السماوات، أنا بأؤخذ من حالتي الأرضية إلى حالة بنوة للآب السماوي اللي بيه بصير سماوي أيضا. عشان كده يقولوا كان أنبا أرسانيوس يتحدى الزمن بالصلاة متخذا ليلة الأحد لهذا الصراع، كان يصارع ليلة الحد ده أنه يكون مش موجود على الأرض فيجعل الشمس خلفه ووسط يديه ثم يبسط يديه نحو السماء إلى أن تشرق الشمس مرة أخرى في جبينه. صلاة يسوع دي ليها قصة لطيفة خالص. يقولوا أحد الأباء في الكنيسة الشرقية، الكنيسة الروسية، سمع وأرى بولس الرسول لما قال صلوا بلا انقطاع، وقعد يدور كده لقى المسيح نفسه قال صلوا كل حين ولا تملوا. قال طب أنا أنفذ الوصية دي إزاي؟ إزاي أصلي بلا انقطاع؟ يعني بلا انقطاع يعني ما يبقاش في وقت مش بصلي فيه. فقال هصلي المزامير، طب ما أنا هاكل، طب ما أنا هنام،
طب ما هو الامور الطبيعيه ان انا انام دي مش اصلي فيها. فقعد يقول يا ربي ازاي اصلي بلا انقطاع. راح ولف كل الاديوره لحد ما قالوا له الرهبان مصر عرفوا يوصلوا للصلاه بلا انقطاع. فجي مصر، ولما جه مصر وجد الاباء بيصلوا صلاه يسوع، يا رب يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني انا الخاطي. وقالوا له اتدرج فيها. يعني ايه؟ قالوا في الاول قولها 100 مره بعدد، وبعدين زود 200 300 400، وبعدين قولها وانت بتشتغل، قولها وانت بتشتغل وانت بتمشي، وبعدين قولها بصوت عالي، وبعدين قولها في ذهنك، وبعدين قالوا له غمض عينيك وبص الى كيانك الداخلي وحاول تقولها مع حركة النفس. يعني كل ما انت بتخرج النفس تقول يا رب يسوع المسيح يا ابن الله، خد نفس وقول له ارحمني انا خاطي. اتدرب على كده. يقول الاب ده ان بعد فترة اصبح الصلاة معجونة بنفسه، معجونة بفكره، معجونة بحياته. يقول حتى انني ما بقتش بس بقولها، لكن بقيت بتصور انني قائم امام الاب السماوي وانا بقول له يا رب يسوع المسيح، فانظره وهو مصلوب واقول له ارحمني انا خاطي. اشعر ان هو بيغطيني بدمه وبيمدلي ايده يمسح لي خطيتي. يقول حتى اني اصبحت وانا نايم اشعر ان انا بصليها. وفهم يعني ايه صلوا بلا انقطاع. صلاة بلا انقطاع بقى هي الصلاة التي يصل فيها الانسان من صلاة الفم والذهن والنفس إلى صلاة الروح. الروح ما بتنامش. عشان كده حينما يدخل الإنسان في شركة الصلاة الروحانية يكون حتى وهو نايم يصلي. يقولوا حاجة عجيبة، الأسبوع اللي جاي هنحتفل بنياحة البابا كيرلس. يقولوا هو كان عمل عملية الزايدة مرة، وجدوه هو تحت البنج بيصلي مزامير. ده هو بنج لكن الروح كانت صحية. إذن الصلاة الدايمة هي صلاة روح. يقولوا عن الأنبا بي من المتوحد القديس الكبير، كانت الصلوات القصيرة ملجأه دائما حتى يستطيع أن يصل الأمور السماوية. أنبا موسى الأسود يقول أن الصلاة تهلك الأعداء، ومن يتوانى الأعداء تستطيع أن تغلبه. عشان كده صلوا بلا انقطاع. احيانا نشعر اننا مش عارفين ازاي نعملها. اقول لك ردد اسم يسوع. الكنيسه بتاعتنا حلوه قوي، لما وجدت ان اسم يسوع هو الصلاه اللي بتوصلنا دايما للامور السماويه حطتها في التسبيحه تحت مسمى الابصاليات. كل يوم من ايام الاسبوع في ابصاليه متركبه على اسم يسوع، اسم ربنا يسوع المسيح، ونقول له كده ونتأمل فيه. عشان كده اسمها إبصالية، يعني ترتيلة. نقول له مثلا يوم السبت أعطى فرحا لنفوسنا تذكار اسمه القدوس يا رب يسوع المسيح. ونقول له يوم الحد في الإبصالية طلبة لطيفة جدا، نقول له طلبتك من عمق قلبي يا رب يسوع المسيح. نقول اسم يسوع كده في كل يوم، ونقعد نقوله ونتنغم بيه، ونقعد نقوله دايما. النهاردة بقى يا أحبائي عايزكم أرجوكم تعيشوا الاختبار. مش محتاجة بقى وقت، مش محتاجة انك تكون فاضي ولا مش فاضي، ومش محتاجة انك تكون واقف ماسك معاك أجبية. طبعا الأجبية مهمة، هنتكلم عنها في أوقات تانية. لكن صلاة يسوع بقى دي، أو الصلاة السريعة، أو الصلاة القصيرة، أو الصلاة السهمية، هي اللي تخليك قادر تصلي على طول. يا حبيبتي وانت واقفة في المطبخ بتطبخي قولي كده يا رب يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني أنا خاطي. يا ابني ويا حبيبي لو انت رايح المدرسه وانت رايح الكليه وانت رايح شغلك وانت راكب العربيه وانت في الميكروباص وانت في الاتوبيس قول صلاه يسوع. هتلاقي بعد شويه الصلاه بقت ممزوجه بكيانك، وبقيت قادر انك تناديه، ولما بتناديه هتحس بيه. النهارده الاختبار ده مهم قوي. ارجوكم حاولوا انكم تختبروه، لانه هو ده اللي هيخليك قادر توصل لربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن إلى الأبد آمين.